بسم الله الرحمن الرحيم. راح ندي الجزء الثاني اللي هو احنا اخذنا ذاك اسمع شنو اخذنا الماجنتيك فيلد، شنو اخذنا بعد؟ الشيلدينج والدي شيلدينج، اخذنا الابر فيلد، وشنو بعد؟ واللور فيلد اللي هو شنو هو؟ الداون، وشنو بعد؟ والاب. هسه اليوم راح ناخذ مع وياي ها طبعا بالسبل راح اخذ نمبر اوف سيجنال، كم سيجنال راح تطلع لنا؟ الميزه من الامانه يطلع لك كم سيجنال وشكل السيجنال يختلف حسب البيئه مالته، الانفايرمنت الموجود بالجزيره. باع وياي اول شيء نمبر اوف سيجنال راح يعطينا شو هاو ماني ديفرنت كايند اوف بروتون ار بريزنت. هاو ماني ديفرنت كايند اوف بروتون ار بريزنت يعني شنو؟ يعني كم نوعيه من بروتونات عندك؟ هاي شلون تصير كم نوعيه؟ الاعتماد على موقع هاي واحد باقي كيميكال اكوفلنت بروتون بروتون in the identical chemical environment with the same shielding واضح؟ باقي وياي each set of chemically equivalent proton in a compound give rise to a signal. كل واحد يعطيك سيجنال وين؟ بالبروتون انا مال سبيكترم هذا كمباوندز. باقي وياي هسه عندك هذا ايثرز وعندك هذا برومو مثال ثاني بروتين مو عندك هذا شنو برومو هذا اثنين وهذا ثلاثه. هسه كم انفايرمنت لازم نفتهم اول مره بالجزئيه بعدين نعرف السيجنال شلون راح تطلع واضح؟ انتبهوا وياي هذا الايثر بي سي اتش 3 منه وسي اتش 3 منه كم انفايرمنت عندك؟ نفس البيئه واحده عندك عندك انفايرمنت واحد هذا الانفايرمنت راح يعطيني سيجنال واحد بس الانتنسيتي مالها شو يصير؟ بس الانتنسيتي عالي يعني هذا الانتنسيتي البيك راح يبين السيجنال هذه مال كم بروتون؟ ثلاثة وثلاثة ستة. نجي على هذا اثنين برومو بروبيوم السي اتش 3 وهاي سي اتش 3 نفس الانفايرمنت بس تعطينا واحد سيجنال تعطينا سيجنال واحدة وهذه تعطينا سيجنال اي بس سيجنال المنت تختلف على نعم يعني اذا قسمي اي وبي اي وبي يعني هذا انفايرمنت سي اتش 3 شبه هذا الانفايرمنت لان هذا شنو هذا يما سي اتش و بي ار وهذا يما سي اتش و بي ار نفس الانفايرمنت نفس الشغل نفس الشغل فساعتين راح تعطيني سيجنال واحدة بس الانتنسيتي ايش قلنا عليها؟ عالي تصير عالي من اجي على هذا تغير بس موقع البروم وعندي ثلاث ذرات شو راح يصير لي؟ راح يصير عندي ثلاثة ليش؟ لأن هذا اللي مرتبط بالبروم مباشر صار لي سي اتش طاني سيجنال والبعدة شن طاني؟ سيجنال والبعدة شن طاني؟ إذا رجعنا على الشيلدينج والدي شيلدينج والكربون اللي هي مرتبطة ويا واحد الكترون ارتماتي عالي شو تتوقعون؟ أيهما يصير أعلى؟ اعلى رقم يعني يروح لللو فيلد بالداون فيلد هذا يصير بالداون فيلد وبعدين هذا اقل وبعدين هذا جو الواحد اللي هو بالافل واضح؟ يعني شلدك شو يصير فيه اعلى هسه هذا من ناخذ بروبين ببعضها كم انفايرمنت راح يصير عندي؟ اثنين بس راح يصير عندي اليمين واليسار انفايرمنت واحد اللي هو راح يعطي اي والسي اتش صح تعطيني راح تعطيني واحد راح تعطيني البي باع وياي هسه هذا شنو هذا؟ هذا ايثر بي سي اتش 3 منه وبي هاي المجموعه تيرتيري بيوتين هسه هذا كم انفايرمنت تتوقع ينطي؟ هذا الانفايرمنت اللي هو شيء هذا هنا اللي هو سي اتش 3 وهذا ليش هذا صار حيل عالي؟ سي اتش 3 فاليوم والايثر من الاكسجين صار بيخربي على ايش سوى له شيلدينج او دي شيلدينج؟ سوى له دي شيلدينج عالي فانطاب رقم اعلى فهمتوا السلبيه؟ هسه هنا عندي اثنين انفايرومنت وعندي هذا راح يطلع بهذا زين ذني ليش طلع عندي واحد؟ نفس الانفايرومنت نفس البيئه ليش طلع لي واحد؟ يعني لقد كانوا مفصصه يعني؟ ايه لان ما واحدة تاثر على الاخ بس هي ما تجاوب ما مرتبطه بدرجه هيدروجين مجاوره هسه هذا ماكو نجي على هذا بقى وياي
هسه هذا المركب بي سي اتش تيرشير بيوتيل وبي اوك مجموعة أستر وبي سي اتش 2 وبي كربونيل وبي سي اتش 3 كم سيجنال عندنا هسه؟ عندنا مفروض ثلاث بيئات. هسه احنا ما لنا علاقة بالسبلتي. نعم. وين بدنا ناخذ؟ بس العشرة. هسه بدنا ناخذ مو سبلتي، بدنا ناخذ البيئة اللي عندنا اللي كم سيجنال تطلع عندنا، ما لنا علاقة بشكل السيجنال. واضح؟ هسه عندنا هذه تطلع سيجنال وهذه تطلع سيجنال وهذه تطلع سيجنال. باو يعني. هنا السيجنال بالمركبات يعني الغير حلقية الاسايكليك تختلف عن مصير يصير مركب حلقي. من يصير مركب حلقي هنا راح ياخذ لنا الكونفورميشن مال زي شلون راح يصير. تبه وياي هذا شنو؟ ميثان اثنين بروبين بيوتين، هذا سايكل شنو؟ سايكل بيوتين. سايكل بيوتين شلون يصير؟ شو يصير؟ فراشه بترفلك اللي ثلاثه بمستوي والرابع مفعول نازل لي جوا. شوفوا هسه هذا كل واحد شايل سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 وسي اتش سي يعني سايكلو كلورو سايكلو بيوتين كلورو سايكلو بيوتين. باو هسه هذا شلون مقسمين احنا السيجنال؟ هذا السيجنال ها نفس الهاي الكربون. هذا الهيدروجين ينطي سيجنال وهذا الهيدروجين ينطي سيجنال وهذا الهيدروجين ينطي سيجنال وهذا الهيدروجين ينطي سيجنال. بس احنا كم بيئه عندنا هسه هذا هنا كم بيئه عندنا؟ اربعه. عندنا هاي بي ال هذا وهذا بي ال بي نفس السيجنال وهذا شنو السي بي والدي بي والاي بي يعني قد؟ خمسه. خمسه هاي اجت اختلاف من شنو؟ اختلاف الاستيريو مال الجزئين في كل واحد كل واحد صار باتجاه كل واحد اثر واحد على هنا. هسه ضع وياي هنا هذا بس انفايرومنت سيجنال مو شكل يعني عدد سيجنال وليس سبلتي. يعني انا هسه بس قسمت 1 2 3 4 5 يعني انا بهذا الشكل بالسايكلو بروبين عندي جيب بيوتين عفوا عندك خمسه الهيدروجينات اخذت خمسه اخذت خمسه هنا بالاصل ايش قد؟ 2 4 6 سبعة إن سبعة أخذت خمسة ضعوا وياي من نعرف هسا عرفنا الانفايرومنت مالت من مال الجزيئة هاي الانفايرومنت تطلعني نمبر اوف سيجنال هنا الانتنسيتي اوف سيجنال بالان ام ار عفوا باليو في من اخذنا اليو في والاختيار ما حكينا عن الانتنسيتي بس قلنا هاي اغلب البيكات مثل مال كربوني الشارب صحيح بس ما تكلمنا عن الانتنسيتي هنا الانتنسيتي يعطيك انديكيتر ايش قد شنو؟ ايش قد عدد ذرات هيدروجين تقييمه موجود وانا قلت لكم بالبدايه عدد ذرات الهيدروجين معكم جو يكتبها؟ اي مو خليني اكملها قلت لك جو عدد ذرات الهيدروجين انت راح تطلع انتجريشن ويطلع لك مش راح تكون مكسور تخيل صفر على واحد نعرف ايش قد الجهاز يعطيك اياه اي ونصفر انتجريشن وراح يعرف هذا ايش قد ممكن تكون تطلع له 1.9 اللي يخلي 2 او 2 بوينت هالقد اللي هو واضح بعض الانتنسيتي انتنسيتي اوف سيجنال اوف ذا سيجنال شو ذا نمبر اوف بروتون اوف ذات تايب راح نشوفك عدد ذرات البروتون اللي بهاي النوعيه من السيجنال ذن اللي اخذناها قبل شويه ذن هسه ما جينا على السبلتي هسه انتبهوا وياي شوف الانتنسيتي عندك تسعه وعندك ثلاثة وعندك اثنين بتبان الانتنسيتي ايش قد يختلف؟ باع البيك هذا ايش قد طويل؟ هذا ايش قد باوع هذا البيك وباوع هذا البيك هذا البيك كأنه ثلاثة أضعاف هذا البيك فما معناه الانتنسيتي ينطيك شنو هو؟ ينطيك انديكيتر المن اوف ذا سيجنال شو ذا نمبر اوف بروتون اوف ذات تايم انتبهوا السؤال ذا اريا اندر ايت سيجنال از proportional to the number of proton that give rise to the signal. هسه اشرحكم شوف show by integral trace يعني انت شلون هذا هسه هنا راح اقدر اجي هنا انت عندي مثلا اعرف هذا البروتون مال او اتش اجي انقل عليه من هنا انقل عليه من هنا بجهاز راح يطلع لي اعرفه واحد راح يقول لي هذا 3.98 او واحد او ما يقول لي هو راح اكتبه واحد اقدر اسوي بيدي واحد بس واحد تقدر تسوي زين طبعا هاي لحد 400 مشتغل عليه
زين ما اعرف بعد. تكتب واحد خلاص صفرت عليه، يعني شلون انت تصفر على من تيجي على هذا تنقر هنا نقرتين نقرتين هنا تصعد فوق نقره راح يعطيك جوا الانتجريشن. مرات الانتجريشن من المركب امبيورتي او ما مستوى صحيح يطلع لك 10,000 20,000 20,000 30 400 مو طبعا غلط واضح؟ طبعا غلط. هسه نقطه ذا هايت of each integration step is proportional to the area under a specific signal. But the integration tells us the relative number of the proton that give rise to each signal, not absolute number. يعني مو number number هاي بقولكم عليها مثلا تاك 2.8 يعني ثلاث قريب عليه. مثلا 2.6 يعني 2.2 يعني 2.3 يعني 2 ما يطلع بالضبط. واضح؟ شوف انت قولي هسه هذا انت اذا عندك المولكيولار فورمولا معروفه. شوف when the molecular formula is known the integrator has moved a total of 6 spaces but equal 12 بروتون. هسه عندك التشجيل 12 وعندك كم شجيل اكسجين وعندك كم كربون؟ شنو هو 6 سبيسز؟ شو طلعنا هسه 6 سبيسز؟ هذا حساب حساب باعوا يعني هذا التوتال 1 2 3 4 5 6 طبعا هسه انت من هذا تسحب وباك اي فور يعني بيض لا هيك ولا تحسب هاي المربعات مثل فيختلف يصير الحساب. هنا راح تحسب السبيسز بين من؟ بين الانتنسيتي بين ثاني الثلاثة الانفايرمنت والانتنسيتي وش قد فرق بيناتها؟ عندك 12 على 6 يطلع لك ايش قد؟ 0.5 سبيس يعني الانتجريشن يطلع لك 0.5 مفتوح او فوق بعد وين الانتنسيتي اكو شيء اسمه ريشيو ريشيو يعني هذا الريشيو ما وياه هذا الاريا ايش قد؟ ثلاثة وهذا الاريا ايش قد؟ اثنين وهذا الاريا ايش قد؟ واحد وهذا الاريا ايش قد؟ ستة هاي حاسبيها احنا هنا هسه اسحك ما بغير طريقه حاسبك ليش واحد الى اثنين ثلاثة ستة تذكرون انتم اخي هاي مثل 3 واحد الى واحد واحد اثنين واحد واحد ثلاثة اثنين واحد تذكرون ولا لا مو اخي؟ هسه راح ناخذها هسه ما هو يعني وين ذا مولكيولار فورمولا از نوت نون هذا اذا المركب معروف انت بالناتشرال برودكت ما تعرف المركب هذا المفروض تشوفه ليش كل دائما تشوفه لك عضويه وحي صعب تاخذ انه انت ما تدري بي لازم تحسب له جزئيه وتشوف بروتونات شكل وتسوي له ماس واضح هذا اذا معلوم انا عرفت عندي شكل 12 وعندي كم سبيس حسبته 6 وطلعت الريشيو قسم 6 على 12 طلع 1.5 اللي هو سبيس على هيدروجين اذا انا عندي المركب مو معلوم شو راح اطلع مع وياي شو راح اطلع اللي شو يسموها وهذا مالك فورما شو راح اطلع الريشيو مع وياي count the fraction space for each integral a millimeter rule can be used to measure هذا راح تحسب لي انتجريت فور يعني هذا انا تحسب حساب مو من الجهاز قبل شوي انتكم عندي اي اي هاي قديمه واضح Said the smallest integral equal to one hydrogen and the other proportionally. When some of the integral are not whole number, said the smallest equal to two or three. أكل واحد. It's said three or three. إذا مو معلوم. بعويا. هسا واحد إلى واحد بوينت اثنين إلى اثنين. شرح يعطيني ثلاثة. هسا راح من نطلع لي قدام راح تشوفه واضح. هسا بسبل كمباوند راح يصير ستة إلى ثمانية إلى 12. ليش ما ايش واحد عنده فكره عن مكتب وين؟ هسه راح اشوفكم ليش. وراح نطلع لي قدام يعني انت بيكون عندك ثلاثه انت مو عندك بروتونات بروتونات لو تصير اثنين هن واحد عكس الاخر يفون هذا سيجنال لو هذا اتجاه اثنين لو اثنين هم فوق فراح تعطي ثلاثه ولا اربعه يعطي سته فهسه راح اشوفكم ليش شلون داير. هسه هذا بعض وياه انتجريشن تيل اس ذا ريليتيف نمبر اوف بروتون that give rise to each signal, not absolute number. هاي ملاحظة نفسها خذ ملاحظة شوية.
But what compound will give the ratio 1 إلى 3؟ يعني شنو الكمباند راح يعطيني ريشيو من 1 إلى 3؟ باعوا وياي. هسه هذا الريشيو ايش قال؟ هسه احسبه 1 إلى 3 هذا. هذا شلون طلعه؟ هذا نفس الشيء. ريشيو اوف بروتون. شلون طلع هذا 2 إلى 6 بعد 3؟ 2 إلى 6 شلون طلع 2 إلى 6؟ هسه نفترض 6 هيدروجين بيئة واحدة. عندك 2 هيدروجين بيئة واحدة فصار 2 عندك 2 و 6 وهذا عندك 1 ب 3. يعني ورا شو هاي واحد وهاي ثلاثة هاي اثنين هاي ستة راح تعطيني باعوا يعني هسه السبلتي اللي هو ليش الأعمار دقيقة اللي أنا راح أعرف هذا سي اتش 3 ما حد يم هو سي اتش 2 يم سي اتش 2 سي اتش 2 هاي الاتش واحدة وهاي الاتش مال أصلا مزدوجة كلها شطي هسه عرفنا البيع عرفنا الشطي قلت لي الشطي ايش راح يأثر؟ نعم هسه السبلتي أنت عادة بس تاخذ أي طيف يعني هذا اي طيف استنداح تلقى مثلا سيجنال سنجليت سيجنال سنجليت يسموها سيجنال دبليت تربليت وسيجنال مثل هذه وباو حتى الريشيو هنا تبو هذا قد هذا بس هذا اطول دبل وهذا مي نفس القصه اكو قانون اسمه ان زائد واحد ان زائد واحد زين باعوا يعني بالبروتون انا مقاس سيجنال سبلت انتو ان بلس 1 بيكس وير ان از ذا نمبر اوف ايكوفالنت بروتون بوندد تو ادجاسنت كاربون يعني هذا سي اتش هو شلون تطلع الحزمه مالته؟ مالته رباعي ليش؟ المجاوره 3 دكتور واحد من الدرجة واحد يجمع ويا ان ثلاثة يعني ان ثلاثة زائد واحد أربعة والسي اتش 3 قد راح تطلع؟ 2 راح تطلع دبليت ليش؟ لأن هذا واحد وواحد وهذا هو واحد زائد واحد اثنين يطلع لي دبليت باعوا كابلد بروتونز سبلت ايتش اذر سيجنال يعني البروتون الكابلز راح كل واحد شو يسوي لي؟ راح يسوي سبلتين للاخر باعوا وياي. The number of peak in the signal is called the multiplicity of the signal. The splitting of signal caused by spin-spin coupling occur when different kind of proton are close to one another. باعوا وياي هسه هذا. إذا عندنا spin-spin splitting non-equivalent proton on a just carbon have magnetic field that may align with or oppose the external field. This magnetic couple causes the proton to absorb slightly downfield when the external field is reinforced and slightly upfield when the external field is opposite. باعوا وياي هسه هذا. شوف وياي هذا. هسه هذا شنو هذا CH2 برون وشنو بعد؟ CHBr2 شلون طلع لي هذا؟ شلون طلع لي هذا وشلون طلع لي هذا؟ السي اس 2 طلعت لي؟ دبلت ليش؟ يعني مجاورتها واحد هاي مجاورها واحد هاي دبلت وهاي الاتش ايش طلعت؟ تربلت ليش؟ اثنين زائد واحد ثلاثة بار هسه هذا شو يسموه؟ يسمون انا كوفالنت بروتون اون ادجست كاربون سبلتنج ايتش اذر يعني هذا سي اتش وهذا سي اتش 2 كل واحد شو يسوي؟ يسوي سبلتنج المجاور هاي انفير كلش بسيطه هذا تايب روم ميثيل باع وياي هسه شلون تصير دبليت وشلون تصير تربليت وشلون تصير يعني كوارتيت وشلون تصير ليش تصير دبليت او دبليت؟ مو هنا اكو واحد يصير كوارتيت الكوارتيت شنو رباعي يعني ما معناه سي اتش 3 بس هو يجوز دبليت او دبليت هاي لازم تعرفها لازم هنا راح نعرفها بنطلعها من الانتجريت منين واكو شيء اسمه جي فاليو هسه راح نشوف شو راح نحسب ضاعوا الدبليت او دبليت انت هنا راح تحسب بس انت ابو قاعد عندك انت طاقه خوش حكي هذا اللي هو شنو هو الماجنتيك فيلد اللي هذا البي زيرو اللي اخذناه من البدايه
But when the nearby HA, اللي هو هذا هنا, the proton is aligned with the external magnetic field, هسه هذا راح تخليه align ويا المغنتيك فيلد, ايش راح يصير؟ It دي شيلد اتش بي, هذا راح يسوي دي شيلد الاتش بي. باعوا وياي, ايش راح ينطيني؟ نخليه وين؟ The nearby HA proton is aligned with the external magnetic field, دي شيلد اتش بي. ايش راح دي شيلد؟ بهذا الاتجاه. وين اتش align against the field, ينزل عكس, ايش راح يصير؟ It shield HB. فهمتوا ايش طلع الدبليت؟ هسه هو اذا يصير ويا اتجاه الفيلد راح يعطيني سيجنال, واذا سوي له الاينمنت عكس اتجاه الفيلد راح يصير, فايش راح يعطيني؟ راح يعطيني دبليت. بس حتى تفهمون ايش يصير عندي سبلتين, ضعوا حتى اشوف هذا ال HB, ضعوا وياي هذا, هذا ال H. هسه احنا خذنا شنو؟ من ال H A, هذا هسه هذا هذا اللاين ويا من؟ ويا الفيل, وبعدين اللاين عكس الفيل. هسه انتم مو تجون تدرسون ال S P 3 وال S P 2, تدرس اول شيء تدرس هيجي, تدرس هيجي وبعدين تدرس مو صحيح بعض وياي. هسه هذا هسه هنا هذا عندك اثنين ال H B, شنو؟ عندك اثنين بروتون. ذن البروتون سبين اوف اتش بي بروتون, هن اتش بي السبين مالها من تخليها بالفيلد, اما يصيرن اثنين نفس الاتجاه او يصيرن اثنين اجينست فيلد, بس شنو؟ هن بنفس الاتجاه باو, او هن كل وحده عكس الاخ. اوكي فهمت يا ست لابد؟ فهمت يا ست لابد؟ يعني هسه انا هسه ليش يصير عندي؟ راح يصير عندي دي شيلدد وشيلدد وافكت از كانسلد اوت, يعني الافكت راح يصير راح تدرك واحد يعكس الاخبار وياي, هذا وهذا 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 لو ما هيك او هيك احسن بالنص. فهمت ليش يصير في البريف؟ يعني انت عندك اثنين, عندك اثنين تسوي لهم الاين ويا ويا الفيلد راح تصعد, سوي لهن الاين عكس الفيل راح تنزل, او واحدة عكس الاخرى راح يعني راح يصير عندي كل واحدة شيلد ودي شيلد وكانسل وافكت از كانسل اوت. من تصير ثلاثه احتماليه شو يصير عليه؟ هو هذا ما يشيل, بس من تصير ثلاثه شو يصير احتماليه؟ اما اثنين باتجاه واحد او واحد واثنين عكس او ثلاثه باتجاه, فيصير لك عندك اربعه, هذا راح يزيد احتماليه اخرى. هذا كلش مهم, باعوا وياي. هسه هذا الان زائد واحد, شوف هسه هذا انت if all of the adjacent hydrogen protons are equivalent to each other then the splitting simplifies and follow the so-called n plus, يعني شرحت عندي السبلتين رول, the number of adjust protons n plus 1 give the number of peak in the splitting signal. وياي هسه هذا هذا الريشيو, من عندك number of equivalent proton using splitting, اذا عندك زيرو ما نحتاج لك بس واحد, ما انت بحث زيرو شنو؟ ما تقفوها دكتور, يعني شنو الزيرو؟ ماكو ولا هيدروجين, هذا هسه الزيرو ماكو ولا هيدروجين, ما عندي هسه واحد مجاور جد راح يصير سبلتين, بس واحد بس واحد بروتون واحد, واضح؟ ما عندي مجاور, احسب بروتون شنو؟ بروتون من عندي واحد مجاور ايش راح يصير؟ دبليت راح يصير دبليت, وشفنا ليش؟ هاي المسطره لازم هاي التري لازم تهضموها مره, صار عندك الريشيو 1 الى 1, ليش 1 الى 1؟ واحد منها واحد عكس هذا الكس بس هذا منها اللي هو ويا من؟ ويا الفيلد, وبعد واحد اللي هو شنو؟ عكس عكس الفيلد, احسنتم عكس الفيلد, صار 1 الى 1 1 الى 1. إذا عندك اثنين
اللي يعطيك 2 زائد 2 اللي هو n زائد 1 2 بلس 1 يعطيك 3 1 2 1 شلون 1 2 1 اللي هو هذا باتجاه الاين ويا من الاين باع وياي اكسترنال الاين وذ ماجنتيك فيلد والاين اجينست ماجنتيك فيلد شو طاني هسه واحد وبهذا شو طاني واحد اثنين وهذا شو طاني هنا واحد فشو يصير واحد اثنين واحد هذا ليش ما سبلتي هذا ليش هنا ما سبلتي ها هنا حتى نسيت انتنسيتي تختلف من اجعلت ربيت هذا واحد قليل وهذا شقد اثنين اعلى كل ترليت تجاه هيجي صغير طويل عالي بس وانت جعلت ربيت الواحد وواحد يسمي واحد وواحد متناظر حتى السبتي فهمت وسه يعني مو مو ماكش ارتباط واضح من اجي على اثنين على ثلاثة راح يعطيني كوارتيت الكوارتيت واحد وهو شقد ثلاثة منه بهالاتجاه وثلاثة بعكس الاتجاه واحد من معنى اللي هو اثنين بواحد ايش راح يعطيني واحد ثلاثة ثلاثة واحد قعدوا بالبيت على كيفك سويها نفس هذه على هذا الشغل على هذا الشغل خلاص تغفلها تنتبه لها خلاص بعد ما بيها مجال واضح باع وياي من تيجي كوانتيت تيجي سكسيت تيجي سبتيت باع واحد بالاربعة واحد اربعة ستة اربعة واحد واحد اربعة ستة اربعة واحد لذلك المسطرة شلون تصير؟ هذا بيش تفيد المسطرة؟ بالتودي انا مقار وبلا انا مقار خصوصا بالنشاط برودكتر عندي هواي بيكات فعن طريق هاي المسطرة راح اطلع بيك بالضبط ماكو مراتي ست تداخل حتى اعزل التداخل يعني السبلتنج واحد داخل ويا الاخر فاعزل هذا لهذا وهذا لهذا طيب عنده جيب وايد واضح؟ الموضوع مو صعب بس مو سهل باعوا يا شوف هاي تربليت بس انت مهوية على هاي تربليت طبعا بس تسوي سبلتين شوف هذا سبلتين واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اللي هو شنو الخمسة يا خمسة يا اللي هو الاربعة نعطينا خمسة اللي هو شو يسموها كوانتيت الخمسة كوانتيت ضع يعني هسه اول شيء نطلع الانفايرومنت كم انفايرومنت عندنا عندنا هذا وهذا نفس الانفايرومنت في نفس الشيء صح لو لا من نابروم ومن نابروم وبالنص يمسي ايش سمو جاوب فهذا يطلع عندي نفس السبلتين هذا يختلف فصار بي فصار عندي هسه اول شيء طلعت كم سيجنال عندي؟ اثنين اول شيء طلعت عندي سيجنالات اثنين باء وياي هذا الاي قلنا ان زائد واحد هذا الام ايش قد؟ اثنين وهذا اثنين ايش قد؟ أربعة زائد واحد خمسة انتبهوا وياي 1 2 3 4 5 صح ولا لا؟ حتى انتنسيتي لاني متقاربة بس عندي واحد حيل عالي اللي هو ايش قلنا عليه كوارتيت كوارتيت ايش قد؟ واحد أربعة ستة أربعة واحد هذا السيجنال الريشيو مال السيجنال باعوا وياي اريا ريشيوز هذا يسموه باسكال تراينجل باسكال تراينجل هسه هذا الـ هذا البي ايش قد يطلع لي؟ تربلت؟ اي بس يما فين؟ هذا يطلع تربلت بس يما فين؟ ايش قد طلع لي؟ طلع لي تربلت بس يما فين؟ بس هذا اثنين طلع 2 زائد 1 ثلاثة ثلاثة هو ما يما هذا هذا وهذا نفس الانفايرومنت يمهم بس هذا طلعت باع هسه هذا تربلت اللي هي هذه هنا التربليت ايهما يطلع اقرب تتوقع الكوانتيت لو التربليت يطلع اقرب ايهما هنا ايهما بالداون فيلد ايهما بالاف فيلد الاف فيلد التربليت ولا بالاف فيلد ليش؟ لان حجب عليها اكثر دي شرد عاليه قريبه هاي بروم منها وبروم منها واضح؟ باعوا يعني Number of equivalent proton adjust to HA equal 4 higher quantity. Number of HB2 اللي هو الترابلت 2 زائد 1 واضح؟
باعوا وياي هسه هاي ملاحظة مهمة equivalent proton do not secreting each other signal. إذا البروتونات equivalent ما حد يسوي للأخ ما حد يسوي للأخ سبلتين ليش؟ ليش ما يسوي للسبلتين؟ نفس البروتونات بيئة بيئة نفس الانفايرومنت هذا هسه هذا سي اتش 3 واحد ما يهم مجاور ما يسوي سبلتين واضح؟ هسه هاي سي اتش 3 هاي ذن مو نفس الانفايرومنت احنا هنا قلنا شو طلع؟ قلنا هم شو طلع الانفايرومنت؟ من شوف انفايرومنت يختلف عن انفايرومنت اجى طلع السيجنال صح لا لا؟ انفايرومنت هذا هيك طلع السيجنال هذا هيك بعد ايتش كومباوند هاز ان ان ام ار سبيكترم ذات شوز وان سنجليت بيكوز ايكوفالنت بروتون دو نوت سبليتينج ايتش اذر سيجنال يعني اذا كل وحده راح تطلع سيجنال وحده مثل ما شفنا CH3 لما شنو؟ أو مثلا خلصنا شنو؟ وصار عندنا شيء يعني ما يهمها أحد هي متوازنة ماكو صار يصير يتبع وياي انتبهوا هاي الملاحظة in some cases a proton bonded to the same carbon geminal proton can separate each other if they are non equivalent شنو يعني هذا geminal protons؟ هاي ملاحظة مهمة. In some cases proton protons bonded to the same carbon geminal بذكركم بهذا شوية يعني شكل الفراغ يا دكتور ما اعرف هسه فهمكم هسه بس راح نعمل راح نفهمكم هسه انت السبلتنج هذا يصير عندك يعني بالسيزول ترانس راح يصير عندك سبلتنج وبالسايكل راح يصير عندك سبلتنج والنورمال هذا العدد موحدات راح عندك سبلتنج بعدين سبلتنج از اوبزيرفد اف ذا بروتون ار سيبريتد باي نو مور ذان 3 سيجما بوند هاي ملاحظه كلش مهمه يعني انا حتى يصير عندي سبلتنج But the protons are separated by no more than 3 sigma bond. انتبهوا يا انت عندك هذا ويا هذا. انت قبل هسه ما اخذها استندرد وCH2 منها هاي سوي سبلتين لان هاي الانفايرومنت مختلف. بس لازم ايش تحسب؟ تحسب 1 2 3 واحد اثنين ثلاثة. خلاص يا سيجما. Not more than 3. من يصير عندك اكثر من 3؟ ما يصير a proton separated by 4 or more bonds will not coupled ما يصير الزواج لا مو زواج ما يصير سبلتين فهمت هسه النقطة؟ نعم حاجة جديدة مو؟ يعني هسه انت لو تفتهم بانه انت حتى السبلتين مو اكثر من 3 عواصر سيجما واضح؟ حتى اذا كبرت في التاسر عندك سيجما واضح؟ باع وياي Long range coupled occur when the proton are separated by more than 3 bond and one of the bond is a double or a triplet bond. هسه ما راح ناخذ ال 2 دي ان ام ار الفكره تصير اوضح مكتوب عليها long range coupled يعني انت عندك هذا ولا علاقه بواحد 5 6 درات عندك بس مو كسبتين هسه احمد ذكرت ال 2 دي راح ناخذ 2 دي احسن عندك الفكره انتبهوا وياي هسه هذا عندك سي اي سي وسي هذا الاتش هذا اتش هنا بعرف اتش اي واتش بي سبلت ايتش اذرز ليش؟ سيجنال بيكوز ذي ار سيبريتد باي 3 سيجما بوند بعرف هنا اتش اي واتش بي دو نوت سبلتنج ايتش اذر ليش؟ سيجنال ليش؟ بيكوز ذي ار سيبريتد باي 4 يعني هذا هسه هذا يسوي عليه سبلتنج مو هذا ما له علاقه بالبقيه نفس المعلومات اللي اخذتها بالتفصيليه قبل تاخذها هيك شيء باوع هسه هذا 1 2 3 4 شوف هنا صارت عندي اصلا مزدوجه واختلف الوضع يقول لك اتش اي اتش بي ماي سبليتنج ايتش اذر سيجنال بيكوز ذي ار سيبريتد باي 4 بوند وان اوف ويتش از ا دبل بوند ماي
flexibility. ليش؟ لأن واحدة من عندها شنو؟ دبل بوند. خوش؟ هسه باع وياي احنا. هسه أنت راح تاخذ راح أجي على الانفارمنت، هسه راح ناخذ مثال اللي هو شنو؟ أنا ما صرت موقف أثل بنزين. هسه أنت البنزين شو راح يطلع؟ شو راح يطلع؟ هسه تتوقع أول شيء كم سيجنال لازم تطلع لنا هنا لهذا المركب؟ ثلاثة. ليش ثلاثة؟ عندنا ثلاثة environment، CH3 environment، CH2 والهيدروجينات البنزين حرق أهم environment. ليش CH2 بنفس CH3 أخذنا environment واحد؟ لا. ليش؟ لأنها تطلع على حرق أهم. عفوا. إيش تتوقع هسه؟ أنا ما لي علاقة بالسيمبلتي وحتى بالرقم هنا. إيش تتوقع تطلع بالداون فيلد أو بالأف فيلد؟ CH2 ولا CH3؟ تتوقع CH3 بالأفير اللي هو بالواحد وجوا أو فوق شوية وبعدين CH2 وإحنا من أخذنا الشيلدينج مال هذا البروتو مال البنزين شفاية فوق الثمانية وصحيح من 6 إلى 8. هنا نقطة أخرى، بروتونات البنزين كوفلنت لون أنا كوفلنت شلون تطلع بيك واحد لون لا ما تطلع ليش ما تطلع كوفلنت؟ لأن كوفلنت تختلف البيئة عن الأخرى. تختلف أول شيء هاي هسه. شغل الفراغ يا دكتور مايكل. هذا هسه هذا خلى هاي البيئة تختلف عن هاي البيئة. فهذه المجاور مالها شنو؟ سينجليت. هاي تطلع شنو؟ دبليت واحد. هاي إيش تطلع؟ تربليت. هاي إيش تطلع؟ تربليت. تربليت سينجليت. إيه بس تطلع شنو واحد؟ واضح؟ يعني انت ارتبطت هنا لو عندك بس بنزين وحدها وحدها ما عملت ترطم يسوي لها بروتون تطلع بيك واحد سيجنال وحده وشنو؟ وشاء يعني تيست مالها عادي بس هنا انت عندك هذا ايش قد راح يطلع السبلتنج ماله؟ الفلاش تو؟ ايه اربعة هذا سياج أربعة ماكو بنزين أربعة ثلاثة زائد واحد أربعة هذا وهذا وهذا سيرتش في إيش قطلة ليش طلع ثلاثة ليش طلع ثلاثة هو دائما سيرتش في طلع ثلاثة على غير بسوي أتخذون كأنه سيرتش في وثلاثة بس سيرتش في على المجاور المجاور على غير وسيرتش صار له هذا سيرتش في سيرتش طلع ثلاثة هاي تربليت ما هو هسا هاي تربليت شوف الكوارتي تباعوا ياه السبلتي ناسي ناسي قليل وهذا شوية لا باع هذا السبلتي باعوا يعني شو يقول لك سبلتي observed as the ethyl growth a multiplate often leans upward towards the protons that are casing the sibling the ethyl multiplies and شنو ethyl benzene lean toward each other هذا انت شلون تنتبه هذا ما هاي ما تشوف طالعة اي مو قصة بشاكة طالعة يعني طالعة تربليت وسيجنالات ما طالعة سيجنال واحدة لو نفس السيجنال مثل ما تحتاج بشاكة تطلع سيجنال واحدة صح لو لا باعوا يعني هسه شو راح نحسب الكابلين كونستانت اللي هو هذا مهم راح يعطينا الكابلين كونستانت ابسط شيء ميز بين سيزر ترانس الميز بين دبليت اوف دبليت والميز بين الكوارتيت كل واحدة لها كابلين كونستانت باعوا يعني الكابلينج كونستانت اللي هو ديستانس بتوين ذا بيك اوف ا مالتيبليت يعني هذا مالتيبليت عندك تربليت عندك سينجل يعني مو سينجل يعني راح يطلع لي هذا المسافه بين ذني وذني واضح هذا وهذا 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 طبعا نفس الشيء بالجهاز تحول لي هيرتز وهنا ايش راح اطلع راح اطلع ارقام تحول لي هيرتز ارقام وتنسحب تقدر تسحب سحب او تكتب كتاب بكيفك ايش راح اسوي؟ تنقص هذا من هذا وهذا من هذا يطلع 5 رقم. عجبك جيت مثلا يطلع 3400 وما ادري 3400 يطلع تنقص هذا يحتاج 8 7 10 12 حسب اقصدها واضح؟ بس تنقص هذا من هذا وذهني من هذا، هذا راح يعطيك راح يعطيك انديكيتر اخر على انه السبلتنج بالضبط قلت لك اياه شو الريشيو باعوا وياي distance between the peaks of the multiplates represented by J and measured in شنو؟
مو بالبي بي ام بالهيرتز بالهيرتز. ولذلك انت لازم من تقول هذا البروتون هالقد لازم تقول جي بين قوسين تشوف كل بيبرات جي ايكوال هالقد اتش سي هيرتز هذا نسبه الجي فاليو معناته انت مذاكرين بس انه باعوا وياك not depends on strength of the external field ما له علاقه بالاكسترنال فيلد coupled proton have the same شنو coupling constant same يعني شلون هذا جي هسه هذا شنو هو هذا شنو هو 1 2 3 4 هذا كوانتيت انتبهوا وياي هذا جي بي اي مو وهذا جي بي اي لازم هذا الكابل كونستانت ويا هذا الكابل كونستانت عشان نفس الرقم ضعوا يعني هذا جي اي بي هذا واضح ما بيش هذا واحد بس نقص هذا اترك واحد ضعوا يعني هذا هسه شوف كابل كونستانت شلون يميز لي انا مثلا مو عرفت الاريا تقريبا والانفايرمنت عرفت الاريا احنا شنو اخذنا الفيلد ذاك الاسبوع اخذنا اول شيء بنزين وبعدين العصره مزدوجه وبعدين شنو بعد؟ الالديهايدات والكيتونات واخذنا حتى الاو اتش واخذنا الثلاثيه قلنا ذني كل وحده عندي الشطنج مالها شوي وين تروح؟ تروح على الداون فيلد احسن فهمت؟ باعوا وياي اذا عندك هذا الكابلينج هذا ويا هذا جي فاليو مالته شو يقول لك عليه؟ ابروكس جي هذا الابروكسيميتد يعني المتوقع فري روتيشن راح يعطيك جي فاليو 7 تقريبا مو بالضبط الا 7 زين شوف هنا ايش فرق لك؟ انتبه على هذا الاصل مزدوجه بالسنز شكل بالترانز شكل وراح تشوف بالاصل المزدوجه بالبنزين شكل وبعد وبالانيليك شكل هذا شلون تميز هذا هيدروجين انيلي وهذا هيدروجين مال بنزين وهذا هيدروجين مال سيز وهذا هيدروجين مال ترانس باع وياي جاي فاليو ايش نطاك؟ بالسيز نطاك 10 بالترانس نطاك 15 13 14 16 انتبه وياي بالالكين العادي ايش قد نطاك؟ اللي هو مو عادي اللي هو هذا الهيدروجين على النفس دره حتى تحسبه واضح؟ يعني هسه مستبه بالاحمر هذا الكربون هذا الهيدروجين نحسب جاي كربون مال اذا على نفس كل الاثنين باوع بالبنزين ايش طلع لي؟ وميز لي البنزين واحد البنزين اللي هو سبلتنج ابو الاورثو شو طاني؟ 8 وابو الميتا شو طاني؟ 2 فهمت هسه؟ يعني هو ويا السنتيك وهم السنتيك راح يفرق بين البيت والغرفه سنتين باع وياي وبالالك نطاني سته لا راح ينزلك قلت هذا هيك هذا مال هذا البروتون مال فلان واحد هذا مال سيزا مال ترانس فهمتوني يا شباب؟ باع وياي ذا فاليو اوف هذا السبع هيرتز ان انا الكل جروب از افيرج فور رابيد روتيشن اباوت ذا كاربون كاربون بون انت عندك الدوران خلاص مفرده واضح؟ هذا العادي if rotation is handled by a ring or particle group other splitting constant may be observed زين يعني اذا انا اذا صار عندي تيثرات غير الكربون كربون باع وياي هذا انتبهوا وياي احلى بيك او احلى تشخيص للبنزين من يكون بالبارة شلون من يكون بالبارة هذا البيك باعوا يعني بالبارع يعني هو معوض برقم واحد ورقم ايش قد؟ أربعة يطلع لي عندي بيكين دبليت اوف دبليت بالمنطقة مال الأروماتيك سيستم باعوا يعني من تشوف دبليت اوف دبليت بهاي المنطقة من السبعة ونص سبعة إلى ثمانية ثمانية واحد معناه شنو؟ شلون دبليت اوف دبليت باعوا يعني هذا الاي وهذا الاي وهذا البي وهذا البي هذا سبلتنج هذا وهذا سبلتنج هذا طلع دبليت خلاص هسه انا خلصت من هذا شنو بقى عندي؟ عندي سي اتش 3 كم سيجنال طلعت عندنا؟ ثلاثة هذا انفايرومنت اي وهذا انفايرومنت بي وهذا انفايرومنت سي
صح ولا لا؟ يعني هذا الاي مو هذا الاي ليش؟ نفس الجزئيه منها نفس التاثير ما عليها. بس الاي ويا البي يسوي سبليتنج للبي، وهذا البي يسوي سبليتنج ويا الاي، فطلع شنو؟ دبليت اوف دبليت. فمن تشوف انت باو من تشوف دبليت اوف دبليت من السبعة وشوية، سبعة سبعة واثنين ثلاثة إلى ثمانية وفوق ثمانية بشوية، معناه شنو؟ معوض موقع باو. حتى البارش طلع لي السبلتي، طلع لي شقد الجي فاليو ثمانية هنا شقد ياتها صحيح؟ هاي ثابت ايه مرثني يعني مرثني هذا هذا واضح؟ نعم هذا نعم واضح؟ باع وياي اتش اي اند اتش بي فور اتش اي اند اتش بي ذا كابلد كابلينج كونستانت از 8 هيرت سجستينج ذا ذيس ماجنتيكالي شنو؟ كابلد بروتون ار اورثو تو ايتش اذر اللي هي هاي مو صحيح؟ هذا اورثو هذا هذا اورثو هذا باع وياي هسه هسه شلون هسه خلصنا هسه احنا كو احنا عادة كابلينج كونستانت نحسبها من مين؟ من السبلتنج حتى لو اثنين حسبناها هسه لمن؟ هسه هذا للبار وش قلنا؟ قلنا نطلع هاي وهاي بالهيرتز وننقصهم وتطلع عندي شنو؟ الجي احول القيمة هسه شلون احول القيمة؟ هسه نحسب حساب يدوي باع وياي هسه هاد جهاز مثلا 300 7 في 300 حسبنا احسب مخنا 7000 زيد 2100 2000 وزيد 100 2100 شنو؟ هرتز نشوف هنا 2100 2000 شوف جد مقسم هنا ال 8 قسم هاي 2000 مثلا و150 و2100 مثلا و 57 58 ناقص واحد ناقص يطلع لي 8 اجعل هذا 8 في 300 2400 راح ارجعكم احنا ما تذكرون هذا اي صار قلت لنا حول هسه انت اي هسه انا قلت لك احسب لي اياها بالهرتز مو هسه ضربه بالجهاز بس تقول يابا انا اريد هذا الجهاز اللي هم سووا بالقياس قدر اعطيك هذا الطيف ماخذين جهاز 300 ميجا هرتز 400 600 500 سوى ربع each unit in one ppm different from TMS add 60 خوش حكي باو وال 300 add ايش قد 300 كل يونت فش تسوي؟ بس الربع هسه باع 300 في 600 1800 مو صحيح؟ طبعا كم تقدر تطلع لنا جهاز محاضرة خدمة إيه يعني قصدي هسه هنا أنا أقول لك احسب لي جي فاليو ما يحتاج أنت تحط الجهاز هذا الجهاز لأن سوفت وير وبرامج حديثة سهلة تجي بس تقول حول يا حول لك إياه واضح؟ ما يحول لك شو يسوي لك إياه تحط لك إياه فوق معكم بس وتنقص واحد من آخر خلاص بس تقدر أصلا تسويه يعني ما صار تسويه وانتهى الموضوع واضح؟ هسه خلصنا من هذا هسه هنا اذا عندي ترانزوسيز باع وياي ترانس كابلينج كونستانت از جريتر ذان ذا سيس كابلينج كونستانت ايش قلنا بالترانز 15 شيل وبالسيز 10 ليش؟ باع وياي شوف هسه انا اجي على الترانز باع جي بي اي باع هذا البي وهذا الاي باع هسه انا حسبت هذا سويت انت عندك دبليت نقصته حسبت هذا مع وياي ايش قد يطلع لي القيمه؟ عرفنا شلون طلع القيمه؟ هسه عرفنا شلون طلع القيمه عندي كارت رقم راح يطلع او انت طلع هسه انت بالمسطره تجيب نص البي كارت تخليه بالمسطره هيجي والسقطه وين؟ على الرقم تضربه بيش؟ بالجهاز واجعل هذا الثاني سقطه بالرقم اجعل هذا انا انقص هذا من هذا يطلع لي ماشي؟ باعوا يعني. بس انتبهوا. شوف الفرق بين هنا وبين هنا. باعوا يعني. شوف السي او اتش، شوف السي او اتش هنا، شوف الاتش، شوف الاتش. هسه هذا الاي بي سي وهذا شنو؟ اي بي
سي باع. نتباع شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ الزاوية. شوف هسه هذا الزاوية شقد؟ 180 بين هذا البروتون وهذا البروتون، هاي الزاوية صفر. هاي الزاوية صفر. تشوف لا لا؟ هسه هذا سيجنال ترانس أبو الصفر. شوف ها؟ هذا سيز. سيز. طبعا هذا رقم مو ثابت، هذا العشرة يعني رينج. ايه 8 9 9 بس فرق 8 ونص 9 11 باعوا لهاي هسه تقريبا. انتم بس راح تشوف، مو هو مو صعب، بس هي راد لك تميز بين السيز والترانز وشوي السايكلو الكيني فقط. والبقيه كلها عندك سيارة، ما عندك شيء يعني، كل شيء ما عندك. هذا انفايرمنت، هذا يختلف عن هذا، هذا يختلف عن هذا، راح تحسبه وانتهى الموضوع. هذا يبقى عندك هسه بالسيز والترانز. بالسيز والترانز سنسيبلتي هذا ويا هذا وهذا ويا هذا. يعني ليش؟ لان انفايرمنت شنو بيه؟ اثنين بيه انفايرمنت تختلف. احنا نحسب على الانفايرمنت نطلع ايش قد عندنا سيجنال. نعم. فانتم انتبهتوا هسه هذا A B C مو اي اي اس بي. نعم. بس ركزوا يا شباب، ركزوا الله يخليكم. هذا هسه بلينر، من اجى على الانفايرمنت هذا يختلف عن الانفايرمنت حتى بالتسميه. احنا عندنا سيز وترانز، ليش؟ متقابل او تجاور. بس عندنا اي وزي مو متقابلتهم، بس عندنا يحسبون لان ذني على الاصرة مزدوجه صار الاثقل الاي وزي. حتى بالتسميه مو يقول لك اي فلان شي بنتين، زي فلان شي بنتين، او اثنين اي ثلاث، صح لا لا؟ اذكرها تسميه. هنا نفس القصه، انتم انتبهتوا بانه احنا هنا هذا الجزء حسبناه غير شكل، هو على ذرة كربون، هاي ذرة كربون، يعني تقريبا هي ذرة كربون شايلة، هاي المجموعة شايلة الـ H وهاي المجموعة شايلة الـ H. احنا عادة هاي الـ OH شنو بيها؟ هسه ما راح اسوي سبليتنج، ما راح اسوي سبليتنج، بس الانفايرمنت مالها يختلف عن هذا، واضح؟ بس هذا وهذا مو نفس الانفايرمنت. مو؟ نعم. صار كل واحد شو يسوي له؟ كل واحد اللي بيك، هسه هذا ما راح يسوي سبليتنج، بس هذا راح يسوي سبليتنج لمن؟ لهذا. راح شوف هسه مثال، هذا يصير سبليتنج لهذا في حال فقط وجود الاصل المزدوج. اي طبعا هذا شايف صار اصل مزدوج باعوا يعني. هنا يقول لك coupling constant is the base on the dihedral angle اللي هي هذه dihedral angle. انت عندك تذكرون اليوم البروجكشن؟ تذكرون لا خسيت اصلا؟ اي باعوا يعني between the two carbon hydrogen bond in the CH double bond CH. واضح؟ اللي اذا يعتمد على شنو؟ dihedral angle. كل ما كانت الدايهيدرال انجل اكبر شيء يصير؟ شيء يصير؟ حتى الجيفون يصير اكبر. تبه هو جاي هسه هذا، شوف هسه هذا هسه قبل شوي شرحته. هسه عندك هنا انت ترى هو يعني هذا انفايرومنت ما شنو؟ ما حركة البنزين. زين؟ هذا كله يطلع بمنطقة واحدة ما له علاقة بي. يعني ما يطلع يعني سبليتنج ما له علاقة بسبليتنج. هذا كله شنو؟ انفايرومنت. شوف هذا انفايرومنت وهذا انفايرومنت وهذا انفايرومنت. يعني إذا أحسب بس هذا أطلع على صفحة، يعني هذا يسوي سبليتنج لهذا لو لا؟ يسوي. ليش؟ باع وياي كومبلكس سبليتنج. شفتها انت هاي النقطة؟ احنا كل مرة السي شلون سي اتش 3 اخذنا سبليتنج لها؟ يعني من نجي ناخذ او سي اتش 3 تطلع سيجنال وحدة والبيك شنو؟ عادي البيك عادي. باع وياي هسه هذا سي اي وسي اتش بي وسي اس. هنا الانفايرمنت تختلف، كل هيدروجين صار انفايرمنت وحدة يصير سيجنال. من يصير انفايرمنت وحدة شو يسوي لي؟ يسوي لي سبليتنج ايتش اذر. يعني هذا يسوي سبليتنج لهذا وذني يسوي سبليتنج لمن؟ لا تتوقعون الايز قد يطلع؟ هو احسن هو احسن كويشن. وات ار ذا سبليتنج باتن فور اتش اي اتش بي اس سي؟ هو حتى تقريبا هاي 12 يطلع دكتور؟ شعوة. ها؟
لا هسوف بعضها. شوف هسه انا حليت لك اياها. شوف هسه انت ايش تتوقع؟ توقعت السي والبي اثنين من انفايرمنت مختلفه، يعني ما هو طبعا السي ما له علاقه بالبي، بس كل واحد مجاور شنو؟ كل واحد مجاور واحد، بس السي قد مجاور؟ جاور فين ولا واحد؟ جاور اثنين. انت سالكم هسه هذا ستايل يتباع وياي. شوف ال اتش اي، شوف از سبليتنج باي ادجست اتش بي للترانز اللي هي الجي فاليو مالها ايش قد؟ 17. اند اتش سي سيز اللي هي الجي فاليو مالها ايش قد؟ 11. باعوا وياي يعني هسه صارت هي بال اتش بي، يعني هي صارت سيز الوحده وترانز الوحده، معناه شنو؟ وكل وحده شو تصير؟ ان زاد واحد وان زاد واحد فش تصير؟ دبليت اوف دبليت، حتى نقارن بين الكوارتيه العاديه والاربعه. باو من يصير عندي دبليت اوف دبليت، شو اختلف عن الكوارتيه؟ اول شيء باع الانتنسيتي اولموست مساوي، بعدين شنو لازم يطلع عندنا مساوي؟ جاي فاليو. لو انا متوهم باع وياي. شوف هسه هذا راح اطلع الجاي فاليو الاي والسي هنا باع وياي، والاي والبي هذا. فهمتوا شلون نحسب؟ هنا حتى نفهم عندنا تداخل ولا لا؟ يعني هذا الكوارتيت يجوز متداخله ويا اي واحد مع وياي. ايش طلع لي؟ طلع هذا تاثرت بهذا السبلتنج وبهذا، هذا ايش قد؟ اثنين ما له علاقه بي، والاخر ايش قد؟ اثنين ما له علاقه بي. ايش قد طلع عندي؟ كوارتيت. كوارتيت بس الكوارتيت لا طلع عندي دبليت اوف دبليت. شلون الكوارتيت؟ هو لو نحسب على حساب السبلتنج العادي 2 زائد 1 3 متر يطلع لي؟ يطلع لي ثلث. هي الميزه الوحيده هاي. هسه اني دبل بوند مع وياي دبل بوند، هذا الاتش مع وياي مع الاتش اي. شو يقول لك؟ السبلتنج باي ان ادجستنج اتش بي. بس انتبه ترانز، هاي الترانز ايش قد مالت هال الجاي فاليو؟ تقريبا 17. ونفس الشيء ادجستنج اتش سي اللي هي السيز اللي هي ايش قد؟ جاي فاليو مالها 11. باع وياي هذا 11 وهذا 11 وهذا شنو جاي حاسب لي اياي؟ بس انت هذا السيز 11 وهذا السيز 11 حاسب اني هذا وهذا. ايش قد طلع عندي؟ طلع عندي 6. شلون طلع عندي 6؟ نقصنا نقصنا له هذا اللي هو السيجنال شو اسمه هذا كيميكال. شوف بس انت مو كل شيء احكي تقول لي انتبه انتبه على السلامه. كيميكال شفت اوف اتش اي واضح؟ ايش طلع لي؟ هسه هذا طلع لي دبليت اوف دبليت. خلينا نشوف السي، هل تتوقع يطلع دبليت اوف دبليت؟ باع وياي بس انتبه على هذا الدبليت اوف دبليت؟ نعم. شوف انتبه على هذا الدبليت اوف دبليت، هذا كانه شلون البارا شفت تذكروه قبل شويه؟ باع وياي الاتش بي بروتون سبلتنج باي كابلينج وذ اتش اي اللي هي هاي اللي هي الجي فاليو مالها ايش قد حسبناه؟ 17. هذا الترانز وفورذر سبلتنج باي كابلينج وش وياهم؟ اتش سي اللي هو شنو هذا؟ تيرمينال. فهمت هسه شنو تيرمينال؟ باع وياي فهمت شي؟ اللي هو الجي بي سي ايش قد؟ 1.4 اللي هو نرجع على المسطره شويه. وين ال 1.4 او ال 2 باو؟ وين الوحدات؟ هاي فهمتوا؟ ليش جيتكم شنو الجيرمنال؟ انتم طلعتوا بظل خمس دقائق وما انتبهتوا. باو وياي هذا شنو؟ هذا الجيرمنال. باو وياي هنا دبليت اوف نارو دبليت، هنا دبليت عادي. باو وياي هذا شنو اختلف فيه؟ باو وياي شوف نا هذا جي بي سي هذا جي اي بي. شلون جمع؟ بس باع جي بي سي واحد عن الاخر. شوف الكيميكال شفت وين طلعت؟ طلعت اقل لكن طلع بس انت هذا طلع وين؟ وطبعا واحده من الامور لان هاي شنو هي؟ هو اي حتى نجي على على القواعد مال هذا بالديشل. واضح يا شباب؟ هسه راح نجي على اتش بي. ايش تتوقع على اتش بي؟ ها؟ اتش بي عفوا اتش سي هسه شو يطلع الاتش سي؟ ها؟
ايه شلون؟ من هاي الايه تاثر عليه والبي تاثر عليه في استدامتها وتزكيتها. وين تتوقع عند الرشو؟ ها باعوا وياي. شوف الكوارتيت هسه، شفت الدبليت اوف دبليت؟ نعم. انتبهتوا على الدبليت اوف التلفزيون الاربعه؟ نعم. شفت الدبليت اوف دبليت؟ باعوا الكوارتيت، هنا الكوارتيت وين راح تطلع؟ بس ايش؟ هسه انا عندي هذا شنو؟ هذا اف البنزين. نعم. اف البنزين. واضح؟ باعوا وياي. شوف ذا ديفرنس بتوين كوارتيت اند دبليت اوف دبليت. شوف. دبليت اوف دبليت اول شيء الريشيو مالته شنو؟ 1 1 1 1. ليش؟ تعال هنا. واحد. يما واحد يما واحد. صح ولا لا؟ هذا باتجاه، هذا اثنين باتجاه، هذا عكس اتجاه والاتجاه. صار الكوارتيت ايش قد عندك انت؟ عندك ثلاثه. الثلاثه شو يصير؟ واحد ثلاثه ثلاثه واحد. هاي مال باسكال سبتي. هذه هسه باو ثلاثه الكوارتيت واحد ثلاثه ثلاثه واحد. فهمتوا هسه الفرق بين كوارتيت وشنو الدبليت اوف دبليت؟ شلون الدبليت شلون تنحسب وشلون الكوارتيت راح تنحسب؟ شوف حتى الشكل الكوارتيت انتنسيتي راح تختلف، انتنسيتي الواحد اقل، انتنسيتي الثلاثه بثلاثه يكون عالي. وياي ريليتيف انتنسيتيز وهذا ريليتيف انتنسيتي كل واحد الى واحد. هنا بس شفنا اختلاف، شفنا اختلاف بالاريا. ليش ما يسيكم قلت لكم هذا جاي كابلن راح يبين لنا دبليت اوف دبليت لو شنو هو؟ لو لا يعني دبليت اوف دبليت شلون هسه هذا؟ هسه هذا لو هي شلون الباره؟ دبليت واحد دبليت واحد. واضح؟ واضح يا شباب؟ طلع هسه هذا شوف هذا وشوف هذا شوف هسه هذا اتش سي اتش بي باور. شوف هسه هسه سبليتنج دايجرام فور كوارتيت اوف تربليت. هسه عندنا كوارتيت اوف تربليت. هسه انت التربليت شفت راح تطلع لي عندي؟ يعني انت ثلاثه ايش راح يصير لي؟ قال ثلاثه زائد واحد شو يصير لي؟ اربعه. احسن لي اربعه. باعوا وياي. انت تفتهم شلون طلع السبليتنج هسه؟ انت من كل واحد شو تطلع لي؟ تعزل لي الكتاب عندك انت مو؟ سوف اشتاين؟ ايه؟ انطيهم اياه؟ ما موجود رايح ما ماكو يا شلون تكون؟ انا دكتور عفوا موجود الكتاب سوبر ستاين ولا عندك احمد؟ موجود لك نسخه دكتور عندي عندي هذا الكتاب نسخه جديده موجوده باعوا شوف باعوا شوف هذا البرومو بروبين كم مباراه تحدد؟ ثلاثه واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه انتبه وياي هذا الانفايرومنت ايش قد يطلع له؟ اثنين زائد واحد يمه ايش قد؟ وهذا هذا اثنين زائد واحد ايضا ثلاث يبقى هذا ايش قد راح يطلع؟ ها 12 عفوا 6 12 بس اصبر شوي 6 بالفرق 2 و3 5 و1 1 6 هو مجاور زائد واحد هذا 6 هذا 6 هسه هذا 6 بيك شو وقت يصير عندنا 9 بيك شو يصير عندنا 12 بيك شلون وحاسبها سنة باو هسه هذا 6 1 2 3 4 5 6 شفت ايش قد طلع حتى طلع لي اتش بي اللي هي هاي باو سوى حسب لي البي والسي وبعدين شنو؟ بي والاي وبعدين ايش طلع لي؟ بي بوحدها. لازم نفتهم التري ذاك موجود بسيلفرشتاين بس على كيفكم بالتفاصيل. من تفتهمون التري والريشيو هذا كبر يطلع. على الريشيو عمرف من بعض شوف يقول لك وين تو ديفرنت سيت اوف بروتون سبليتنج سيجنال. ذا multiplicity of the signal is determined by using n زائد 1 هاي النقطة ماشي؟ rule separately for each set
As long as the coupling constant for the two set are شنو different. Like coupling constants فحسب بها اختلف. بعد when the coupling constant are similar, the multiplicity of a signal can be determined by شنو treating both set of adjacent hydrogen as if they were equivalent. باع وياي هسه انت هذا عندك ال A عندك هذا C عندك هنا B هنا شنو تغير الانفايرومنت مالها؟ هذا مجاور لمن؟ وهذا مجاور لمن؟ هسه انت المفروض كل مره من ناخذ اثنين كلور راح يصير A A و B. هسه هذا ايش قد راح يطلع؟ استغفر هذا ايش قد راح يطلع؟ وهذا ايش قد راح يطلع؟ تبلي هذا 2 زائد 1 وهذا 2 زائد 1 وهذا 5 هذا راح يطلع 5 مو اللي هو شو سمينا باو. هسه هذا هسه هنا ال A B وال A C ايش راح يطلع؟ باو وياي J A B و J A C ايش راح يطلع؟ كوانتيتي اللي هي ايش قد؟ 5 واضح؟ باو وياي The N زائد 1 رو give the perfect multiplet only when the signal is splitting by n brought on with exactly the same coupling constant. يعني انا راح اعطيني رول جيدة اذا شنو وين؟ when the signal is splitting by n protons with exactly the same coupling constant. يعني عندي نفس coupling constant. هنا ايش راح يصير بالcoupling constant؟ اختلف هذا عن هذا، ليش المكان راح يختلف؟ يعني غير هذا شلدين يختلف عن من؟ عن هذا الشلدين. طلع لي ثلاث انفايرومنت بس انا راح اعرف هذا راح اعرف يا هو هاي السبليتنج هذا اللي هي تربليت وتربليت. واضح؟ باع وياي هسه هذا. هاي وين؟ باع وياي. اذا عندك الستيريو كيميكال نون ايكوفالنت، هسه اخذنا العالي، اخذنا العاصمه المزدوجه واخذنا بعد شنو؟ اذا الستيريو كيميكال نون ايكوفالنت، باع وياي يوجوالي تو بروتون يوجوالي. Two proton on the same carbon are equivalent and do not splitting each other. شفناها بالCH3. احنا نحسب على المجاور. هاي شنو صار؟ Usually don't splitting شنو؟ But are equivalent and do not splitting each other. But to determine whether similar appearing proton are equivalent mentally substituent another atom for each of the proton is equivalent. إذا إذن question. باعوا هسه أنت عندك هذا الكربون. هذا CH2 وهذا OH. المفروض شنو عندك أنت؟ ما عندك شيء. هسه هذا ثلاثة عندك. عندك كم environment؟ ثلاثة اللي هي الH والCH2 والCH3. مو صحيح؟ H CH2 CH3. هسه خلينا نبدل باعوا وياي ريبليس H1 بدلناها ب Z وبالخطوه الثانيه سويت ريبليسمنت لل H2 بال Z باعوا وسويت نفسها Z بال H3 هذه Z مجموعه باعوا وياي if imaginary displacement of either of two proton gave the same product those proton are chemically شنو؟ equivalent. حد الان اوكي؟ بس احنا هسه هذا عندنا ايش قلنا؟ قلنا على الغالب وجوالي ما راح يصير في سبلتي بس في ستيريو كيميكال اختلف الموضوع. باع وياي هسه هذا. تبع. اذا انت if the replacement of each of the proton of a CH2 group with an imaginary Z give stereo isomers. من يعطيني stereo isomers ايش راح يصير؟ يعني هسه انا هنا باع وياي. من اني هاي الزيد ده بدلها بكل مكان راح تعطيني ستيريو ايزومرز ايش راح يصير؟ Then the proton are non equivalent and شنو؟ will splitting each other اللي هو هسه هنا باع وياي هسه هذا ال H راح يسوي splitting ويا من؟ ويا هذا ويا هذا وقبل شوي شفنا كوارتيت تذكرون؟ فهمتوا هسه؟ هسه احنا بدلنا بالمجموعه بمكان الهيدروجين، هسه احنا هاي المجموعه بدلناها عصا مزدوجه.
زيح تاع النهار صار مزوجة صارت طيب اي بي باوي شوف حاطط زي ما انت ريبليس اي شيء بدلناها بالزي شو تغير اذا تبدله بهذا راح تلاقي دايستر ايزومرز وبدايستر ايزومرز هو اصلا كيميكالي يختلف هو كيميكالي يختلف كيميكال بروبرتيز اكيد شو عندي راح تلاقي يختلف واضح باع ويا داي استيريوتوبك بروتونز باع اتش بي اتش اي اتش بي اتش اي هسه داي استيريوتوبك بروتونز ار باع ويا نوت كيميكالي اكويفالنت كابابل اوف سبليتينج ايتش اذر شنو هاف ديفرنت كيميكال شيفت هاف ديفرنت كيميكال شيفت واضح هسه باع ويا داي شنو استيريوتوبك بروتون ار نوت كيميكالي equivalent بعد capable of splitting each other وبعد have different chemical شيء كل واحد يطلع لي مقارنة شنو احنا تذكرنا بشيء نعم بعض هسه شوف هسه اللي هو اخذنا المثال الاول شوف هذا داي ستيريو توبك بروتون انسايكليك كومباوند قبل شوي شنو اخذنا بس السي ال صحيح اللي هو سايكلو شنو هذا ميثان ميثان وعبان بيوتين مو صحيح؟ باع وياي هساش طلع لي مضفنا واتشي هنا أنا شوف A B C D C E F هنا شنو زاد عندنا؟ فعنده بروتون اللي هو مال من؟ مال H يختلف عن كورو بيوتين كورو بيوتين زاد عندنا خمسة قبل شوية الخمسة اللي بس الفن باع هسا هذا البي هذا ما متكافئ ويا أي واحد هنا أنا. بس السي والدي ويا من؟ سي ودي هذا يختلف عن دني صار شنو اي و اف واضح صار اي و اف ما انفايرمنت يختلف هنا هذا انفايرمنت نفسه هذا نفس الاتجاه نفس الاتجاه باو احس هذا شلون مقسميها باو هذا الملر الملر بلين اوف سيمتري من تيجي تسويها بالمرار صح تصير باو هو اصلا الاربعه شنو قلنا عليه بتعرف ليه اللي ثلاثة نفس المستوي والرابع صاير مستوي آخر درجة تكامل هذا المستوي الآخر بين هيدروجينات راح تخليها كلها شنو out of symmetry راح تعطيني فانومات يختلف بعدين بروتون HE and HF are diastereo شنو topic because HC assists to the شنو hydroxyl group while HF is trans هسا اعتبرنا احنا الـ OH فكل واحدة واحدة صارت سيز واحدة صارت تران فاختلفت كل السيستم واضح بسألكم باو بروتون HC R سيز to the hydroxyl group and بروتون HD R شنو ترانز to the hydroxyl يعني احنا اخذنا hydroxyl group اعتبرنا هو السنتر وراح نشوف يا سيز بالنسبة لي يا ترانز يا سيز يا ترانز يا سيز يا ترانز وبهاي الحالة ايش راح يعطينا كل واحد يعطينا شنو سبليتنج يختلف على اخر انتين شنو انفايرمنت يختلف انتين كيميكال شيف تختلف باع وياي هسه هذا شوف هسه انا اذا عندي كيرال سنتر باع وياي هسه دايستيريوتوبك بروتون ساتوريتد السايكليك كمباوند شوف هذا شنو هو معناه من يصير عندك كربون عليه ستار كيرالية كيرالية سنتر بعدها two proton on the CH2Cl group are diastereotopic their imaginary replacement give diastereo شنو diastereo شنو isomer diastereotopic proton are usually شنو بسيلال to stereo center كيرال كربون بعدها هاي الكيرال كربون بهيدروجين بها كلور بها مجموعة CH3 وبها هاي المجموعة اللي هي CH2Cl هاي CH2Cl باعوا هاي H بالH دايستيريوتوبك بروتون من تيجي تقدر تكتبها بهاي الصيغة انتبهوا وياي اللي هي شنو هي هاي مو عفوا هاي الكربون هاي الكربون هسه وهاي الكربون هاي هسه رقم اثنين هي هاي كيرالي اللي هي كأنه هاي باعوا وياي مو ما اذا شلنا الاتش هذه او شلنا البي هذه هاي اصلا بوحدها هذا الانفايرمنت شبيه هسه هذا
يختلف عن هذا، وهذا شبي يختلف عن ذني، وهذا سي اتش 3 مجموعه هنا شنو اثر عليه؟ ضربت الكربون كيراليه، فهنا راح يصير سبلتي نيجر. هنا هسه شنو؟ جينا على النقطه يوجوالي كربون ذا سيم كربون يوجوالي، يعني بروتون ذا سيم كربون يوجوالي نو سبلتي نيجر مو؟ بس هنا شفنا كم قاعده راح تخلي يسوي سبلتين. اذا عندي دايسر ايزومر دايسر توبك، عندي شنو بعد؟ عصره مزدوجه، وعندي شنو بعد؟ مركبات سايكل، راح احسب بيها شنو؟ احسب بيها سبلتين. طبعا هسه شلون طلع البيك مالته؟ تو شوف هسه هذا كل واحد يختلف عن السيزوترانس، كل واحد سوى شنو؟ هذا 2 زائد 1 3، وهذا جسوا باو يعني ديستينج ابسوربشن فور ذا ميثينين بروتون اون كربون 1 باو يعني ذيس هيدروجين اتوم ار دايستيريوتوبك اند ار كيميكال نو نان كوفلمنت، وبعد دايستيريوتوبك بروتون ويل جيفن ديفرنت سيجنال ان ذا شنو ان ذا سبيكترا ان ذا سبيكترا. شوف باو هاي جيت هاي كوارتيت، هاي شنو؟ دبلت اوف دبلت، وهاي 1 2 3 4 5 6 هاي 16. احد يقدر يحسب لي اياها شلون طلع عندنا هيك؟ ها؟ شلون طلع 16 يعني هذه؟ ليش؟ لان هاي السيدة بتكون سي اتش 3 وسي اتش 2 واضح؟ مو؟ وذني زين ذني ليش طلع عن دبليت اوف دبليت وحده وحده طلعت كوارتيت؟ يعني هاي ليش طلعت 2 2 كل وحده؟ يعني هاي 2 وهاي 2 بس هاي ليش طلعت؟ ها تاثير هسه هذا ما تاثير هسه هذا دبليت هاي من هاي هسه هاي واحده ماكو ايضا هاي على تو هسه هاي وينها؟ هسه حتى بنرجع هنا حياتي وينها؟ شلون طلعت دبليت اوف دبليت؟ ها بدك تسمع ما تاخذ مال السلسله يعني على كيفكم راجعوها بس بس اذا المحاضره عندكم ايه هلا احس اسحبها ايه عندكم ما جزء ثاني ما عندنا بس بارت 1 باو شوف هسه اكو شيء اسمه تايم ديبيندز اوف ان مال سبكتروسكوب انت راح تسوي ربع اورينتيشن اوف ا مولكيول الونج اور بيربنديكولار تو ذا ماجنتيك فيلد ويل جيف ديفرنت كيميكال شيفت. هسه انت اذا تخيل اورينتيشن بالماجنتيك فيلد بالمولكيولز وباوقع بزمن يختلف ايش راح يعطيني باو وياي؟ ماجنتيك فيلد جيفن ديفرنت كيميكال ذا رابدلي تمبلينج مولكيول كيوز ذا تشينجز هابن ات فاست ريت. هاي وحده ذا ان ام ار سيجنال از ذا افريج اوف ذا كيميكال شيفت اوف اول بيسبل شنو؟ اورينتيشن. ايش قد احسن عندي اورينتيشن باو وياي؟ رابط انتر كونفرميشن اوف اكس اند كوتالر بروتون اون سايكلوهكسين فاست بروتون ترانسفير فور اوش اند ان اتش بروتون. باو وياي هسه هذا هذا قايس لك البيك بوقت مختلف درجة حرارة مختلفة. هذا يقيسون يعني يحسب لك السيل اكسيال والكوتوريال. هذا باو وياي انا ما سويت اوف سايكلوهكسين ات فاريوس تمبرتشر. باو وياي لو تمبرتشر rated the chair chair enter conversion. باعوا شوف الاكسل اكتوريال وباعوا الاكتوريال والاكسل تتحول. شوف انت هنا شوف ناقص 49 ناقص 57 ناقص 60 ناقص 63 الى نواصل ناقص 68 وبعدين ايش قد واصل؟ ناقص 69. هذا اللي يسوي لي ران بالانمار للناقص 69 بس شنو بعد؟ الوقت ايش يصير فيه؟ ايش تلعب انت ليس عندي حتى سبلتين؟ واضح؟ بس عندي سبلتين. لا مو واضح هذا شويه غير موضوع هذا مال انا ما بعد هذا واحد راح ناخذه. زين؟ راح ناخذه بواحد. نعم. هذا سبكتروسكوبي. اذا بس تاخذ سبكتروسكوبي. واضح؟ باعوا يعني. هسه بروتون ترانسفير اوف اتش. شوف الاو اتش جروب وين تطلع؟ هسه كم انفايرومنت عندنا احنا هنا؟ ثلاث ياهم الاو
شنو بعد؟ ها؟ عندي سي اس 2 عندي بعد شنو؟ ليش هنا انا والله هذا السؤال ليش هنا انا طالعت لنا الاو اتش تربليت؟ هو مكتوب علي الترا بيور ايثانول ايثانول وذا اسيد. فاويا الترا بيور ايثانول وايثانول وذا اسيد نطالعين. سيجنال ما اعرف جابوني عليه. زين ليش طالعه هنا تربليت؟ بالالترا بيور طلعت لي تربليت. ومن اذا شوي ثامي اسيد يعني وذا اسيد هو صاير اسيد لو شلون؟ هو منطيني بروتون لو شلون؟ ها؟ هنا سيجنال وحده. باع وياي هسه رابط اكستشينج، شوف اقول لك رابط اكستشينج بروتون بروديوسز اسيجنال شنو؟ سنجل ان سبلت ابزوربشن ات ان افريج فيلد، هو هذا نص الجواب او هو تقريبا. سرعة شنو تبادل البروتون produces a single and split absorption at the an average field. يعني هنا أنا من أسوي استبدال للبروتون عالي، يعني أنا هنا الحين سوي استبدال لا البروتون بسرعة شلون أسرع شلون أسرع ما أعرف جابوني علمي مو هيك شيء بعض لا هسه هذا الجواب يقول لك fast exchange with given one sharp average signal. Slow exchange will given separated. هذا واضح. Moderately slow exchange will give a broadened peak that is neither cleanly شنو سبلت nor cleanly average. واضح. بعد هاي proton transfer of NH. هسا انا ال NH وين اقبع؟ ال NH عادة شلون اخذنا هسا احنا شلون اخذنا ال NH وين تطلع بال هسا احنا اخذنا ال OH باع وياي ال OH تطلع من الاربعة ونص من هاي الكيتونات وين تطلع بالكهولات الفينولات تطلع فوق التسعة زين باع وياي هنا يقول اكو دا يصير ترانسفير زين ينطيني بيك هذا كلش مهم باع وياي بالالترا بيور ايثانول راح يطلع لي تربليت وبالعادي اللي وياه شوي حامض راح يطلع لي سنجلات وذني السبب واضح باع وياي هسه اذا عندي بروتون ترانسفير اوف ان اتش يعني ال ان اتش وين حيروح واضح ال ان اتش وين حيروح انتبه وياي مودريت ريت اوف ترانسفير وبيك ميل بي شو يصير عليه شوف مودريت ريت اوف ترانسفير والبيك ميل بي برود هو عادة ذني البروتونات مال او اتش والها مال اتش عادة برود شوية واضح؟ باعوا وياي كابلينج اوف بروتون تو اذر امبورتنت نيوكلي يعني عندك الفلور والدي والبي والسيلينيوم والكربون 13 باعوا وياي هسه هذا ريت اوف ان اتش اكستشينج هذا بس بسوي يعني ويا مثال ويا من ويا ان اتش باعوا وياي سنجليت شارب سنجليت برود سنجليت برود اذا فاست انترميديت سلو وهذا ريت اوف شنو اكستشينج اوف ان اتش اكستشينج باع وياي هذا هسه ايش طلع لي شوف هذا السبكترم مال الفلورو اسيتون هذا فلورو اسيتون بمن بالسي دي سي ال 3 اللي هو شنو هو سي دي سي ال 3 كلوروفورم ها كلوروفورم مو صحيح